ما حكم مثل هذه العبارات: نقاتل فداء للوطن، وشهيد الواجب، وحب الوطن واجب؟ هذا كلام فاضي ما له. نحن نحب الدين، الدين أحب علينا من الوطن. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الوطن يحب بلا شك، هذا شيء طبيعي، لكن ما تقدم محبة الوطن على محبة الله عز وجل ومحبة دينه. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة وهي أحب البلاد إليه، هاجر بدينه، ومكة أحب البلاد إليه لأنها حرم الله وبيته، فما منعه حب مكة من أنه يهاجر بدينه إلى المدينة. فالدين يقدم، الدين يقدم على محبة الوطن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الاستحلال فيه ضابط معين، وهل لا بد من أن ينطق؟ هل إيش؟ هل الاستحلال فيه ضابط معين، وهل لا بد أن ينطق بما يدل على